أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم التفاعلي تواصل دوت كوم، والبداية بعناوين الملفات التي اخترناها لكم لعدد هذا اليوم. في الملف الأول نتطرق مشاهدينا الأعزاء إلى موضوع تعيينات التربية في ذي قار، هو موضوع تحدث به كثير من الشباب الذين أكدوا وجود محسوبيات وتزوير. في الملف الثاني نتجه إلى قضاء الكوفة، وهناك مشاكل الصرف الصحي ولا حلول من الحكومتين المحلية أو الحالية، وانعدام للدور الخدمي من قبل البلدية. ثم إلى ملف وزارة الصحة، والموضوع كالمعتاد عن المستشفيات في البصرة الممتلئة بالنفايات المتراكمة وطوارئ مستشفى أم قصر خالية من الموظفين ليلا. الختام سيكون مشاهدينا مع عبد المهدي الكربلائي الذي يعود من جديد للحديث عن لزوم ملاحقة الشباب الذين ينتقدون الحكومة وأخطائها في فيسبوك وتويتر. أهلا بكم من جديد. مشاهدينا، ستكون البداية مع خريج من ذي قار يتفاجأ بحذف اسمه من تعيينات التربية التي شابتها بحسب تعبيره الكثير من عمليات التزوير والمحسوبية بعد المصادقة على الأسماء والموافقة عليها. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني أحبائي أعزائي، أناشد الغيارة والشرفاء لما حصل لي في درجات التربية. أنا أحد خريجين كلية التربية للعلوم الصرفة، وكان معدلي 75، وطلعت بهاي الدرجات، الدرجات اللي طلعت بيها بالاعتراف، طلعت بالاعتراف مو بالدرجات أول ما أعلنت، لا بالاعتراف، لأنه شافوني مظلوم وطلعت. وإذا تفاجأت بأنه تعلن الأسماء بعد هذا التظلم اللي صار، استمارة التظلم، رحت بأنه أقدم على الدرجات، تفاجأت اسمي ما موجود، بمن مستبدل بأحد الإخوان اللي هو كان درجاته أقل من عندي. أولاً أنا معدلي 75، متزوج ولدي أطفال، جمعت درجات مجموعها، مجموع الدرجات اللي جامعها 27 درجة، وهاي وثيقتي، هاي الوثيقة من كلية التربية للعلوم الصرفة، خريج 2016 بمعدل 75 والخامس على الدفعة من العشرة الأوائل. لم تقتصر هذه المعاناة أعزائي المشاهدين على الذكور فقط، بل أيضاً السيدات يعانون. خريجة بكالوريوس منذ 14 عاماً تتحدث عن أنها لم تجد التعيين في التربية حتى هذه اللحظة. هذه الخريجة عبرت عن احتجاجها على التزوير الحاصل في تعيينات تربية ذي قار، وطالبت أيضاً بلزوم أن تكون مشمولة بالتعيين. نتابع. أنا خريجة صار لي 14 سنة، وين ما أقدم ماكو تعيين، يعني تعبت، حتى عندي أطفال أربعة ورجلي حتى عاطل ما عنده، وين ما أقدم ماكو. أنا طالبتها من السيد رئيس الوزراء يباوع لحالتي وما عندي، والله أطفالي حصل عليهم اللقمة، أنا طالبتها منهم. خريجة كلية التربية جامعة ذي قار، وأنا حالتي تعبانة والله، يشوفوا لي أي وظيفة حتى لو موظفة خدمة، حتى لو موظفة ما يخالف، على مود جهالي قابلة، أربع أطفال، عاطل ماكو، ما عنده شغل. وصل الحال بخريجة جامعية أن تطالب بأي وظيفة رغم أنها أنهت دراسة البكالوريوس كما استمعتم إليها وتأكدتم بأنفسكم. الآن إلى مدينة بابل، وهناك حتى نشاهد ونكون شهودا على حال المدرسين أثناء استلامهم الرواتب من مصرف الرافدين. ومن معاناة الإنسان في العراق إلى معاناة المكان، كما يرى كثيرون من النشطاء الشباب عبر مختلف وسائل التواصل.
الآن إلى موضوع النفايات تحديدا، نذهب وإياكم إلى قضاء الكوفة بمحافظة النجف. جبال من النفايات تتسبب بالكثير من الأمراض دون وجود أي حلول، لا من الحكومتين، لا المحلية ولا المركزية، كما يتحدث النشطاء، وعشرات الفقراء لا يزالون في القضاء ولا أحد يكترث إلى شؤونهم. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من محافظة النجف، يعني ما سوى الله العظيم، هاي الجبال باعوا من النفايات في قضاء الكوفة، يبعد عن مسجد الكوفة تقريبا 5 كيلوات، غير الأمراض السرطانية وأمراض العقم والأمراض الجلدية. شوف هاي الناس العوائل، أنا هسه التقيت بالوجه الحلو الله يحفظه، خطية لقيتها يلم هذني يعيش بيها، الله يساعد الناس على هالعيش. والله احنا ما عدنا ناكل من الزبالة، هل تشوفوا؟ خطية لا عدنا ولا، وياخذون عليها ربع، ذل الله شاهد. من اللي ياخذ من عندك ربع؟ ياخذ الوالد. يعني هنا يجي هم ما يطب اذا ما يطي دينارين، حتى اللي ياخذ من الزبالة ياخذون من عندك. بالخامس وبطل، مع الكارثة لا حول ولا قوة الا بالله. شنو اهلك وضعك؟ لا موت هالمعيش، ابوي ما يشوف، لا راتب لا مال. الحكومة اجيت شي هاي احد مرة يجون؟ بس بالانتخابات يجون مو؟ ماكو، ما حد يشوف. هاي شو ايش تستفاد من عندها؟ استفاد؟ كل اسبوع ابيع 10 15 بالاسبوع. وعالة وابوك وامك وهاي عالاتكم شنو؟ 12 سوا والله كبير. لا حول الله، الله يساعدك يا اخويا يا عم، الله يخليك وليدي. كوارث، شوف الفلوس ملايين الدولارات، مليارات الدولارات تصرف بالعراق وتهدر، مشاريع فاشله وفساد وبوق. شوف المآسي، والله الدمعه بعيني، والله العظيم من هاي، يعني من اشوفها اشوف ابني كارثه. الله يساعدكم يا عمي، الله يساعدكم، الله يكون بالعون. شوف المأساه، شوف الوضع هذا. من واقع الكثير من العراقيين أعزائنا المشاهدين، دعونا نذهب وإياكم إلى معاناة أخرى تطال المكان العراقي أيضا، الآن إلى نهر الخورة في البصرة. هذا النهر طبعا يعاني الإهمال وتراكم النفايات داخله في ظل غياب الدور الخدمي والبلدي في المحافظة. دعونا نتابع وإياكم معا. السلام عليكم يا ناس يا عالم، شوفوا حال نهر الخورة وحال بلدية البصرة الفاشلة. شوف الزبالة، يعني لا نهرية تشتغل، لا الشوارع نظيفة، يعني اريد فتشي يبين من بلدية البصرة ماكو. ويجيك واحد وقال لك والله البلدية تشتغل. مشاهدينا، دعونا ننتقل من الواقع الميداني الخدمي السيء للأسف الذي يعري كذب وادعاءات كثيرين طبعا كما يقول الشباب عبر مختلف وسائل التواصل. نترك الآن الجانب الخدمي ونذهب إلى وزارة الصحة، تحديدا إلى المشافي. المدى القادمة من خلالها نشهد على ما حدث في مستشفى الفيحاء الكائن بمحافظة البصرة، هذه المحافظة التي هي من أغنى مدن العراق. حال مأساوي في مستشفى الفيحاء، لماذا؟ بسبب تراكم النفايات وإهمال الخدمات الضرورية اللازمة. السلام عليكم اخواني، ترى اليوم احنا مستشفى الفيحاء، شوفوا القذارة مع مستشفى الفيحاء، شوفوا وضعية مستشفى الفيحاء اللي هاي قدام هنا صال الولادة. طبعا هذا خزان ماي، بس مو خزان ماي، خزان كبريت تقريبا، يعني شوفوا الفيحاء، شوفوا مستشفى الفيحاء، ملابس تنشر، شوفوا القذارة، هاي مستشفى بشرفكم، هاي مستشفى بالبصرة هنا، الله اكبر، بعد القذارة مع مستشفى الفيحاء. هاي بالبصرة مو الفلوس، شوفوا بالقدارة.
من واقع نظافة الغائب في مستشفى الفيحاء. أعزائنا المشاهدين، دعونا نذهب وإياكم إلى طوارئ مستشفى أم قصر في البصرة. أيضا طوارئ أم قصر تخلو من الموظفين في الليل، ووالد أحد المرضى صور هذا المشهد الذي ستشهدونه الآن أو تشاهدونه وهو يحاول إيجاد أي موظف من أجل معالجة ابنه. نتابع. هاي الطوارئ مالت أم قصر، لا واحد لا شرطي، شوفوها هاي الطوارئ مالت أم قصر، لا شرطي ولا دكتور ولا هاي الدكتورة الحاكية تقول لاكو طبيب ولا هاي. وهاي البنية الصغيرة مختنقة تقول ما لي غراض، بس أنا هنا مختنقة ومقومة عليها ونامت، شوفوها وهنا أنا ولا واحد. هاي طوارئ أم قصر، نريد لك واحد شريف يطلع، لا دكتورة ولا هاي الدكتورة تحاكيها تقول ما لي غرض. هاي شوفوها طوارئ أم قصر، تصفر صفر ما حد بيها. هاي الطوارئ ما تم قصور، عاش الدكتورة، الدكتورة تقول ما لي غرض ولا رقيب ولا كتيب عليهم. لا شوفوهم، قلت لك واحد ماك بوك واطلع ما حد حاشيك، ما حد يقول لك شنت. ومن هذه المشاكل التي يشهد عليها نشطاء عراقيون عبر مختلف مواقع التواصل فيما يتعلق بتقصير وزارة الصحة لا سيما في المشافي التابعة للدولة وغياب النظافة، وللأسف مستشفى طويل عريض لا تجد به موظفا واحدا أو طبيبا حتى يشرف على حالة مريض جاء من أجل الاستشفاء فلم يجد من يقدم له الدواء أو يشرف على حالته. إلى موضوع آخر، ما تعرف بمرجعية النجف تجرم الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي. تحذيرات أطلقتها مرجعية النجف ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامهم بأنهم ينتقصون من هيبة رموز بعينها، وصفتها المرجعية بالمؤمنة. بينما عد الناشطون أن تلك التصريحات أطلقت العنان ليد الميليشيات لتصفية واعتقال كل من يعارض العملية السياسية وينتقد فسادها. هذا الأمر تكرر مجددا من خلال تحذيرات أطلقها ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي. نتابع. من الأمور التي تتنافى مع الإيمان هو أن أسقط شخصية هذا الإنسان، ولكن الآن حينما يكتب في صفحة ويقرأ هذه الصفحة الملايين أو الآلاف وقد سقط شخصية هذا المؤمن بالاتهام أو الافتراء أو الطعن أو كشف الأسرار أو المعايب، حينما يكتب في موقع من مواقع الانترنت بهذه العناوين المتعددة وهي منتشرة وربما تصل إلى عشرات الآلاف، هذا أدى في الواقع إلى قتله، قتل الاعتباري، قتل الشخصية الذي هو أشد من القتل الجسدي. الآن إلى فقرة آراؤكم، وفيها نشاهد هذه الصور مصحوبة بتعليقنا. طبعا قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن هناك مجهولين أو إن هناك جهة معينة نشرت صور لعلاء مشذوب كان قد انتقد فيها ثورة الخميني، وكان سببا في مقتله كتابة هذا المنشور على أيدي متطرفين يدينون بالولاء لميليشيات طائفية تدعمها طهران. وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على مشذوب يوم أمس قرب منزله في شارع ميثم التمار في منطقة باب الخانفي وهو في طريق عودته من اجتماع في مقر اتحاد الأدباء والكتاب بمحافظة كربلاء. مشاهدينا الأعزاء، الآن نتناول وإياكم كيف تلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، مقتل الروائي العراقي الشاب علاء مشذوب، وكيف كانت ردود أفعالهم.
خليفة الدليمي يكتب: بسبب هذا المنشور صعدت روح الأديب الروائي الدكتور علاء مشذوب إلى بارئها وهي تشتكي إليه من دجاجلة الدين وعصابات الملال الذين اغتالوه. خليفة الدليمي يتحدث عن أن هذا الشاب العراقي علاء مشذوب ذهب ضحية الرأي الحر، وهناك من قتله بناء على منشور كتبه في فيسبوك للأسف. إلى تعليق آخر نذهب وإياكم. التعليق القادم كتبه عامر الراوي، يقول: عامر، سبب مقتله هو عنده مقال يقول إذا مرضت إيران تشافى العراق، وإذا تشافت إيران مرض العراق. هذا أيضا توضيح آخر من أحد الشباب العراقيين يعبر فيها عن فكرة كيف أن الرأي ربما في العراق للأسف يودي بحياة آخر، بحياة من يكتبه. إلى تعليق آخر، عمر يكتب: للأسف أستاذ علاء، أنت قتلت على يد الميليشيات، هذا واضح جدا، الله يرحمك وينتقم منهم يا رب. عمر الفاخري يتحدث متهما الميليشيات التابعة لأحزاب، التابعة لجهات مدعومة من الخارج، يقول إنها هي التي تقف وراء قتل الروائي العراقي علاء مشذوب. إلى تعليق آخر، لنرى ماذا يقول صاحبه. جنان ترى وتقول: شنو من بلاد اللي بيه الإنسان اللي يفقد حياته ويستباح دمه من أجل كلمة أو رأي؟ هذه الفتاة العراقية مستاءة من التصرف أو من هذه الجريمة النكراء التي نالت من شاب عراقي لمجرد أنه يكتب رأيه للأسف. إلى التعليق الأخير أو المنشور الأخير الذي معنا، وكتبه محمد الهاشمي، يقول محمد: 13 رصاصة في جسده و13 سنة عاشها الخميني في العراق، كما ذكرها الكاتب المقدور في إحدى مقالاته. محمد الهاشمي أعزائنا المشاهدين يتحدث عن منشور سابق لعلاء مشذوب الذي قتل مؤخرا على يد مجهولين، وهناك نشطاء قالوا إن ميليشيات معينة تقف وراء مقتله. قالوا إنه تحدث عن حياة الخميني في العراق 13 سنة، وثم حينما خرج من العراق فعل النظام الإيراني بالعراق الأفاعيل، وبناء على هذا المنشور أو هذا المقال لعلاء مشذوب كان هناك من قتله وشهد أن في جثمانه 13 رصاصة. هذه المعلومة لم يتسنى لنا التحقق منها، ولكن قد تداولها الكثيرون من الشباب العراقي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر، وهو أيضا عن علاء مشذوب، ابقوا معنا. أربع تغريدات إذن اخترناها لكم أعزائنا المشاهدين، وتتحدث عن علاء مشذوب الذي قتل مؤخرا، وهناك من اتهم ميليشيات بأنها تقف وراء مقتله على خلفية رأي كتبه بمنشور على فيسبوك. إلى التغريدة الأولى، وكتبها محمد الحداد، يقول: نحن في زمن يقوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم. طبعا هذا أكبر استهتار، شخص عنده رأي حول موضوع معين وهي قناعته، تجي أنت وتكتله زين، بأي قانون وبأي شرع؟ بيا قانون ويا شرع. طبعا هذا الشاب يتحدث عن فكرة قتل علاء مشذوب دون توجيه أي تهمة إليه، دون عرضه على نيابة أو على قضاء، وللأسف هذا يحصل بين الفينة والأخرى في العراق. إلى تغريدة ثانية، التغريدة الثانية من نصيب علاء الأسد، ويقول فيها: الأدباء والروائيون يقتلون بالرصاص، واللطمون يتوجون على الرأس في عراق الفقيه الإيراني. علاء الأسد يتحدث قائلا إن هذا الشاب المغدور علاء مشذوب دفع ثمن قول كلمة ربما لم ترضي النظام الإيراني أو لم ترضي المؤتمرين بأمر إيران، لذلك كان الثمن مدفوعا من دمه. إلى التغريدة الثالثة، هادي يكتب: يا جماعة إرهابية تقدر تدخل كربلاء تقتل وتطلع، هاي مو شغلة داعش، هاي شغلة عصابات وميليشيات الأحزاب الشيعية. هادي يتهم أحزابا بعينها أو أحزابا تتبع طائفة معينة في العراق بأنها هي من دبر لقتل الروائي العراقي علاء مشذوب وخطط ونفذ. الآن إلى تغريدة الأخيرة، وكتبها محمد السبع، يقول محمد:
جبناء الميليشيات لا يستطيعون مواجهة الكلمة بالكلمة، لذلك يستخدمون السلاح لإسكات الكلمة. هنا مختصر الرأي من شاب عراقي يرى أن مواجهة الفكر ينبغي أن تكون بالفكر، ومواجهة الكلمة كذلك ينبغي أن تكون بالكلمة لا بالسلاح والبارود وبسفك مزيد من الدماء البريئة. الآن نذهب إياكم إلى المقاطع المصورة. المقطع الأول أعزائنا المشاهدين عن تواصل هجرة المسيحيين من العراق، نتابع. الحج سبب الحشد، أنا شفت طبعا بعيني وقلت لك قبل شوية، يعني أخي العزيز ما صدقنا العالم رجع على القرية، كملت بيوتها بمساعدة المنظمات مساعدة الكنيسة، يجي يجرى بحالنا هذا ليش؟ هذا صاروخ قراد راجمة صواريخ، واعتقد ايراني صنع، وهذا الصاروخ قدام الكل، خلي يشوف العالم كله، خلي يشوف هذا الصاروخ بيدي باب بيت، شوي خاف والله يا عالم. في المقطع القادم نلقي وإياكم نظرة على المشاريع الخدمية المعطلة في العراق، نتابع. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم تواصل دوت كوم. دمتم بود وإلى اللقاء.